بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. أعزائي حبايبي الغالين المتابعين، بداية الحديث وياكم اذكروا الله سبحانه وتعالى، صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله إن شاء الله ينجيكم ويشفيكم من هذا البلاء. هذا عمي يا أبو كحم، يعرف حد كل واحد ويا محطة. لو لوني أعرفك ما النص هالكمام هذا سوى الله ان شاء الله، الله يفكنا من الكمام ويقفلنا من القفاز. هذا اثنين لا، بس انا بعمل ناس واحد انا اثنين. انزين قلتوا لي غطيت؟ لا ما غطيت. يا جماعه الخير في ذمتكم، الاول نسرح ونمرح الاسواق والسيره واللي الحين ورو نسير مكان، نسير مكان تبون الصدق، نتروع من الاختلاط والزحمه والحافظ الله سبحانه وتعالى، ما في شيء ما يصيبك الا نصيبك. لكن مثل ما تقولون ما بتزيل الاول، ما بدي اهج السير اقول يي اول نصور الجذور ونصور الاسواق ونصور ونصور. الحين نسير ماشي مكمل، يوم بنطلع يوم بنريح، وانتم بعد اسمحوا لنا بعد الحبايب اعذرونا. ان شاء الله الايام جايه ابوي خاتنفس شويه، لا اله الا الله حشا خاتنفس. ان شاء الله الايام جايه والامور بتصير ان شاء الله من احسن الى احسن، وبنصور وبنسير وبنيي. لكن شو اسوي، امر الله مطاع، الحمد لله رب. اليوم في خاطري يسلمكم الله جمعية الشارجة، جمعية الشارجة التعاونية، حتى حليب الطير فيها، في كل جمعية الشارجة الموجودة. خاطري مشبوس على شو؟ أول قلت طول عمرك ويسلمك زين الغالين، أولني أبا لا يا باخذ دياي، بس دياي وحشو انزين، لكني غيرت. تعال يا حق عطني، تعال عطني لحم عيل. خاطري في مشبوس عيل، هي العيل بعد عطني عجل، هذا بلدي. ايوه عطني صحن بس واحد وجبه وحده اشوفه ما غواه محلي هذا. متى مذبوح اليوم؟ اسمي لحم عيل، هي بكفيني صحن واحد، انا لا اروح لمحد وياي. بس العيل يشيخ في الاكل بعد اكل نوخة العيل غير، وهذا بعد عيل عليه شهادة إن شهادة صحية بيطرية أبوه. هذا الشيء العدل اللي يخليك تاكل وانت مغمض. يلا عطني 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 عيل، بس لي شابسة على عيل اليوم وبتعشى. أمكم أخذ اللحم اللي فيه شحم، إني خليت سومية في العيش، ويوم اللحم ما في دسم، ما يعطي المشبوس السومية لأنه تعال عليك السلام، تعال غير لي هذا ابوي، تعال بدل لي صحن هذا، عطني صحن اللي فيه دسم هذاك، ايه هذا ابو الشحم، ايه 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 ايوه ايوه، تعال اللي في اللي هاي هذا احسن، ايه هذا في دسم، ايه ودوم المشبوس ما يتعدل الا بالدسم، ايه ايوه في كل صغير. طبعا بعيدين عن كلام شرايي مرايي، لا احنا نقول الدسم في المشبوس يعطي طعم، بدأ ما تصب دهن، لا دهنه منه فيه. وهذا العيل الغاوي احمد، هذا ما شاء الله بسم الله بطل لا ما يتبطل. وش لحم فيه؟ هاي لحم ما في عظم، ها ما في عظم بدون عظم، ها ما في خل على هذا. هذا بالغالي وصلنا المزرعه، وشوف الطبخه اليوم المطلوبه مني، الجماعه الطالبين مني اعاده طبخه او تسويه او تم طبخي طبعا المهياوه، حد يسميه مهياوه وحد يسميه مشاوه، وطبعا عشايب هذا غير روحه. ونحن الحين ما شاء الله غطينا صفطر النخل، اللهم صل على محمد والسلام على الرسول، ولبسناه اكياس عن الغربان وعن الطيور وعن الحشرات وعن هذا ياكل منه وخرب منه. لا ما سمعت المثل شو قال؟ المثل قال احفظ مالك لا تتهم يارك. نعم شيء موجود في السوق خلاص، ما شاء الله كل هاللبسناه ولا خلينا فيه. هي نعم احسن كذا، وانت مرتاح شوف ايش كذا، ما خلينا عيب عشان باشي بينا بناكل رطبه بنستانس فيهم طول 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 السنه. لو سهل ومرحبتين، طبعا احنا قصتنا المشاوه، بس الجدر هذا كذا على السريع، افتح الجدر، ايه افتح الجدر، بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 خلاص خلاص، بس بس واحد يول 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 افتح الجدر، يول يول عطني. قطعت اللحم صغار العيد، قطعتين ثلاث، سبحان الله يوم يكون اللحم
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد. اللحم يكون تطبخه على الحطب، انا ارتاح له خلاص، خلوه يطبخ على راحته حينه في هذا العيل. بسوي شيء بيس سويه وحشو حق شاي وبنرد الى المهياوة اللي تشوفه. قالوا لي الدخون حريج، يسوي دخون انت، الناس كلها تسوي دخون تخرب شغل الناس. انا حريه خدمات تطوعيه من غير انانيه، خدمه انسانيه حق متابعيني الغالي. انا ما اخرب شغل حد ولا احب حد يخرب شغلي، لكن انا حر في تصرفاتي. انا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الغالي حبايب المتابعين، بدايه الحديث وياكم اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وزيدوا من ذكره وزيدوا من الصلاه على رسول الله في هاي الازمه. عسى الله ان شاء الله يفرج عن الجميع يا رب العالمين، وتطير الطيارات وتفتح الحدود وتعيد تعود الايام السعيده. قولوا امين. انزين اعزائي طبعا احنا نقدم خدمات تطوعيه من غير انانيه، ولا ناذي احد ولا حد ولا نحب حد ياذينا. يعني كل العالم يعرضون طباخهم يخربون على المطاعم، على احنا اللي يحطون طباخهم يخربون علينا، ما حد يخرب علينا، الرزاق رب العالمين. اللي ونحن بالعكس نشجع الناس، وفي ناس تبغى تتعلم يا اخي خلي يتعلمون، خلي يشوفون. ليش الانانيه؟ حريه بدون انانيه، خدمه انسانيه، خدمات تطوعيه. شو رايكم فيه؟ كلامي عدل ولا غلط؟ قال والله ايش حق اسوي دخون؟ بسوي دخونين، ما بدخون بعد ثلاث انواع بسوي. نعم كل واحد حر يا مسعود في نفسه. مالك ومال الناس يا مسعود. اعزائي الغالين، طبعا اليوم موضوعي موضوع اطلبوا علي، انا مسوي من زمان بس قال حري الرجاء لاعاده ان شاء الله. فالمهياوة اكله تستخدم ويا الخبز او بدون خبز، ومهياوة اصبحت اكله شعبيه متواجده في كل مكان. وحتى انا صرت من زمان في منطقه مستغرب، قال والله عندنا خبز رقاق ومهياوة، شو وصلها؟ قال وصلت، اصبحت من الاكلات الشعبيه المتوطنه عندنا. وين ما جايه شرق غرب ما لنا شغل، انا مهياوة ونحبها وناكلها ونستانس فيها. المهم انا مكونات المهياوة بعد من المهياوة، ما من كل من يسواها، في ناس يسمونها ميشاوة، لكن الأغلبية 70% يسمونها مهياوة و20% يسمونها ميشاوة. نحن نروح على 70. يقولون المكونات بسيطة، لكن تبغي خبرة وتبغي يعني شوية تتأنى، لا حق التصوير. وإن شوف المكونات طبعا حد يستخدم صورها، استخدم الشعير يحمر الشعير، شفتوا هذا الشعير، وحد استخدم حب الهريس نوع او هذا او هذا، طبعا الخردل حبة الحلوة ذيبه، يليريان، السنوت، الجاشع يسمونه متوت، حد يسميه متوت، حد يسميه جاشع، كان اسمه برية. اسمعوا، في البحر برية ولما تيبس جاشع، وحد يسميه متوت. في البحر برية وحر وبيسويه مهياوة حرية، يعني هو يسوون للمهياوة. كيف طريقته؟ طبعا يقول الصينية هاي العودة، صور الصينية شفتوا هذا، طبعا متيبس بندقه، ومن عقب ما ندقه بانش خلاص. يلا مسعود دق المتوت عطى، يلا شوف صور مسعود دقوا الطريقة هاي ولا يلا دق يا مسعود تعال يا ولد. شفتوا الحين دقينا انت حمر او هنهن او ايه اليريان، اولا لازم تنهن اليريان ويا السنوت ويا الخردل، هذا كله قابل الى شو؟ التحمير. تحمر حتى هذا يتحمر، حتى هذا يتحمر، كله لازم يتحمر. وبعد ما يتحمر يطحن، لكن ما بسبق الاحداث عشان اعطيكم الخطه اول باول، وتقولون جينا احنا وحمرناه شغل احمر وايد عدا احمر، بس 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 نصور وايد. ايه يلا مسعود
جيب جيب خلاص. بسم الله. شفتوا لازم في النخل. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلونه. ايه تعالوا لا. نحن طبعا ما نسوي شيء. شفتوا يعني لو ما نخلنا هذا كله بيصير وين؟ رد مرة ثانية ولا خلوني خلوني سوي دي انت شوف كذا يلا سوي دي جديد جديد لا 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 خلوني هذا جديد 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 الحمد لله ما شق السيارة ها شفتوا ايش قايل طحنا ودقينا وكسوا احنا عييم الحين هاي سحنا اول سحنا شوفوا حمر يلا حمرنا هذا يلا نص تحميره هذا السنود يلا 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 شيله 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 ولا صب على هذا عشان صبه شيله صبه صبه, صبه. ايه نعم صبه هناك صبه فوقه عشان كل يلا ايه. يلا وهذا الخردل شفتوه خردل الحمراء لا يتحمر لازم كله يتحمر شوفوا هاي شوف حمرنا الحين الخردل وبنصب عليه خلكم يعني هذا ما يعدل الراس وينعش الانسان يخليه الا القهوه العربيه العدله المخلوطه وكيفيه استخدام واستعمال صرت تاكلوا عند خليل ابراهيم جزاه الله خير واعطاني قهوه من يان الاولي واصلك الله وفقكم عشره عشره كان حجر بعشره انا جرب عشر بنايين وكذا ضرب له ثلاث وثلاث وثلاث وقبل اتذكر لفت واحد تلت راسي خبر شو هالقهوه قال بايب واليوم سويت التليفون قلت له السلام عليكم قال حي الله ابو حمد السلام عليك خليل قال حي الله ابو حمد وقف لا وين قهوتي وعدني قال ابوي مجهز لنا لكن انت ما تدري بقول لك قال لي خمس قفشات حتى القفشه حطها اكبر خمس قفشات ما قال لا من هاي قال خمس قفشات وانت يا حريه يا الخير اربعه عصمك بحشوفهم هاي قهوه خليل هاي قهوه بتبط الراس يا في المتجر اونلاين سيري الريحه تريح اطلع ايه شربت القهوه شوفوا واو هي اما تشرب شيء ولا سوي شيء في مكانه ولا سوي لطاف قهوه ابو محمد خليل مار علي المزرعه اليوم ساك الله بالخير ساك الله بالنور يا ابو محمد كيف حالك الله يسعدك ما قصرت على هالقهوه ويمدحون العرب طباب يمدحوا الطبيخ نعم قالوا يا الله يا خالد شوقتنا على طبيخ خليل وتواعدهم تجيب المزرعه تطبخ طبخه خصوصيه حاضر حاضر طبخه صالونه سمك اي شيء اللي بتسوي انت كيفك ونرجع الى المهياوه خليل قال يحبون في المهياوي الموري صح الموري بعد السرابي او نوع من الاسماك يحطون فيها بس اذا ما كان في جاشع اذا كان موجود جاشع ما تستخدم هاي الموري بعد هي التي بعد المهياوي يسمونه سرابي موري حد يقول موري حد سرابي اي يعني عده انواع مثل المهياوي حد يسميه مشاوه نحن نسميها مهياوي صح العاميه مهياوي فان شاء الله نرجع الى المهياوة خلكم يعني لا حمرنا بعد شو اي نعم نعم تعال يلا تعالوا شلة بس 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 صب فوقها اي شوف هذا يا نعم عطال هي نعم مره كذا اي نعم هاي طريقتي انا عطني عطني الشعير كل واحد بطريقه اي وحمروا بعد الشعير بعد يبغى تحمير ويبغى دق ونخر شوفوا انتم شوفوا خلكم ويانا اي يلا
نحن نعطيكم الطبخة من عينه، ما شيء منه. لكن إذا حد قال قليل زيادة، لأن إحنا نسوي لا شيء بسيط، ما نسوي شيء بزيادة حق بيع، لا مش حق بيع، حق ناس عزيزين على قلب. قال أخذ خيركم حبود، سووا من زمان سويت ونحن نسينا وكذا في نفاقنا. طيب ناس 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 أهرو، ما أقول لهم لا وين أهرو. بعد استحنا أها شتوا هذا خلاص تم، هذا اللي هو نحن ما نحتاج له، شتوا خلاص ما في حايلة، نطلعه برا اللعبة خلاص. أبو حمود عطني هاي كل عندك هاي إيه إيه، ما في قهوة كانها؟ لا لا إيه. شفتوا هذا احنا وانطحنات قدام عينكم، شوف شوف اه شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا البياض، شوفوا الشيء العدل. ما بكل من سوى سحنا قال انا راعيها، لا اعطوا اصحابها كلفسين، لا بس بعدها مو كلفس واحده آه. واحد اثنين هاي السحنا، شو بسوي بالسحنا عاد الحين؟ انا بصبها على وين الماي الحار، تطبخ شويه بس السحنا الحين. شفتوا هاي السحنا، بطل لي الجدر هذا. شفتوا وين الملاس؟ عطني ملاسك. هذا الملاس هذا، قرب قرب عشان يشوفون، يول عشان يشوفون الجماعة. هاي السحنا، هذا الماء بوايد ماء داخل. ولع النار شوي، تطبخ ما بزيادة، لا 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 لا. يا رب بابا ولع النار وسهلا رجعنا. شفتوا هذا كله حمرنا ويا بعض وخلطناه بالطريقة هاي، ما له داعي كل كل حين تطحن شيء، لا 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 ايش حقه، لا كله فالله نفس اللي موجودة. شفتوا موجودة، بس عادة تاخذ لك بالقياس، وانا بخلي بالقياس والبجايب بخلي داخل مطحون وبخليه في الثلاجة. شفتوا عطني وهذا، تعال تعال عطني صينية وهذا الخردل جيب. الخردل يعطيها بعد ريحة ثانية. الخردل هو البهار المهم في المهياب. شفتوا حبيبه خلطته كله ويا بعض، وحد يجزء يخلط مني ومني، ايش حق اطول السالفه. عطني هاي الصغيره انزين. شفتوها هاي مخبوط كل بهاراته موجوده، يعني ما بطول السالفه عليكم وايد، لا دومكم لا تخلون تعطونها حدها، لا لان اذا اعطيتوا حدها توقف مطحنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يومكم الطحانة، في ناس تقول الطحانة احترقت، أنت اللي حرقتها، أنت اللي ترسلته وتطول عليه زيادة، تقول تستأني سلامة حتى في هاي السلامة، تستأك السيارة برررر تنجلب تموت ولا تتعوق، لكن شوي شوي تسلم سلامة سلامة. والله العظيم بنا خلاص عطني خلاص وصل القيض. صبر صبرني ايه، حط غيره بعد ايه، لازم تنخرط عشان تطلع كل اللي فيه شوايب من هذا ايه. حالات الشيء يوم يسوي حلوية شيء تسوي من خاطرك ايه، ما بلا مال دهدي دهدي شو هالكلام هذا، لا لا انا ما يعيبني، عيبني يوم اعلم ربعي المتابعين الغالين يعني حريه، خدمات تطوعيه من غير انانيه، خدمه انسانيه لمتابعيني الغالين اللي على كبدي وعلى راسي بعد. والله ايش عليكم من هذيلا، والله يقول كل ميدانيك يخرب معانيك معروف. اي ابو محمد تفضل تفضل
ها شفت شو قايش تقول؟ مساكم الله بالخير، شفتوا حي هذا الشعير عمرناه ما بسودناه، لا نستحضره حطيناه في الماكينة. يلا سكر عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا طبعا هذا شويه غلط السحنان او الجاشع او المتوس المعن المنقول ولا الماء الحار، ما بيطبخ طبيخ برياني ولا هريس، لا يا دوب 5 دقائق 3 دقائق بس، وعقب ابى اخرب الحاجه. خلكم يا هذا الحد يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة، هي لازم نخلص. يلا طحن 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 ورانا سيارة. هي 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 عشان يطلع كل الوساخة الجاية مفتوحة. الناس انا اعطيكم اياها صراحه في الاخر اني انا ما ابيع مهياوه ولا ابيع دخون ولا بشغلي، في ناس يبيعوا مهياوه. عطني عطني وراي درب كل ما كانت بعدين كن في علمكم المهياوه فيها بهار وغليظه احسن. المهم وخلصنا الحين وطحنته كله، شفتوا ايش قاعد هذا الشعير وهذا ماله المجد، وحد احنا على حسب كل قلت لكم كل واحد وشغلته، حد يحطي وحد ما يحطي وحد ما ادري، لا نوميتين ثلاث مخبوقات يتم مع الماي لين باكر وتعطي بعد ريحه وشويه هيل عشان تكون ما تقعد بعد شوي هيل تكسر الريحه تخلي المهياوه ومهياوه حريه تبط الراس دخون حريه يبط الراس، وانتم كيفكم يا ناس. المهياوه طبخنا الجاشع او السحناه او المتوت مطحون منخول هذا صب هذا إيه. صب. صب 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 لحظة لا استعجل عشان تصير مهياء ما عقبها مهياء، وعطني عطني هذا عطني عطون شوي ما يحار شوي يزيدوها يحار بس لأن ما شاء الله ايه شوف خلت كذي وياها ايه ايه كسر مره بالطريقه هذه مين تبرد، عطني شوي هيل اركض شوف شو قايل ايه كسر. وانتهينا من المهياوه، بعطيه شوي هيل بعد عشان ريحته تتبع ما يحتاج، واعطي له 200 ياسات طبعا هذا على حسب الاختيار اللي يحب يحطي واللي ما يحب ما يحطي، انا لا احطي وخالتي مريم تحطي كثير من الناس يحطون حق الريحه بس بس هاي. ونرجع لكم ان شاء الله باكر، طبعا المهياوه مش اي طبخه خلاص انتهينا منها، باجي باكر نصبها في الغراش ما الصبح حاره عشان ما البطل بوف طير ها خلها تبرد تبرد مره وعقب هاي المهياوه يا لمهياوه هواوي يعني بعد حرية عادة ايه ما تعالوا خذوه وغلوه شفتوه ابو حمود خليل طالع ريحته ريحته وتدوى وصلت الدنيا شل الريحة وين واصلة ريحته اخر دن ايه نعم ريح ريحته نعم واصلة اليوم عشاي مشتهي مكبوس على لحم عيل يا الله يلا يا العيب حصل علي عيب قريب ما يحتاج هذا لحم العيب واويلا
وهذا ابوي شويه على قد حالي وعلى الحلوه وش كاي وبسوي بعد شويه صاروخ الاول ما الاول هي الحمد لله رب العالمين وما اظن عليكم شيء اول ما بصور لكن بعد ما اختم ما اخلي في خاطركم يا غطي الجدر غطي الجدر مجبوس ما الاول هذا ايه ابوه كل شيء شغل حري شعبي شو رايكم وش لي في الناس قالوا وش لك في الطاشه ما طاش يخصك بالوادم امش عليك بنفسك واذا تشوفوني ما بعدل في شيء خبروني واجهوني قولوا لي انصحوني ومساكم الله بالخير نرجع الى مجبوس العيل الاولي على الحطب يا الله وعلى سمر بعد شوفه اشوف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلوا على النبي شفتوا حبه العيش ومحمد خليل انت بعد طباخ يا ضويب يا مره عبد الحشو عليم 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 من هيك على طرف الجزر هيك خلاص حشو على عليم وما اطول السالفه عليكم اسحب الضوء خلي الحشو يحمر أعطى ضوء خفيفة بس خل الحين عاد ياخذ راحته متى كيف يا وقت العشاء تو الناس ها بنت احنا متعشى ما بغداها الحين عشاء نعم